رابع واحدة من الاندوكراين ايمرجنسيز اللي معانا هي الهايبركالسيميا. هايبركالسيميا ايه؟ هايبركالسيميا هنتكلم فيها عن ايه. اول حاجة الديفينيشن والسيفيريتي بتاعت الهايبركالسيميا. احنا عندنا دلوقتي النورمال ليفل اوف كالسيوم في جسمنا، النورمال ليفل اوف كالسيوم بيكون من 8.5 ل 10.5 مللي جرام بير دي سيليتر، من 8.5 ل 10.5، ده للتسهيل يعني. في احيانا بيقولوا من 8.8 من 10 ل 10.8 من 10، في ارقام تانية هي طبعا بتختلف على حسب اللاب اللي بيعمل التست، بس عموما يعني للتسهيل من 8.5 ل 10.5 مللي جرام بير دي سيليتر. لو زاد عن 10.5 عموما، اي زيادة عن 10.5 بنسميها هايبركالسيميا، تمام. ولكن الهايبركالسيميا ديت متقسمه مراحل على حسب الليفل بتاع الكالسيوم والاعراض بتاعه العيان، وانا هعالج ولا مش هعالج، هتدخل ولا لا. تمام، لو كان الليفل بتاع الكالسيوم لسه اقل من 12 مللي جرام في دي سي لتر، يبقى احنا لسه في مايلد هايبركالسيميا. غالبا العيان ده بنكتشفه بالصدفه لانه هو اصلا ما عندهوش اعراض، وبالتالي مش هنعالجه، اي سيمتوماتيك مش هنعالجه. لو لقينا الليفل بتاع الكالسيوم ما بين 12 ل 14، فدوت عنده مودريت هايبركالسيميا. مودريت هايبركالسيميا، الناس اللي عندها مودريت هايبركالسيميا هتكون حاجه من اتنين، يا اما اي سيمتوماتيك ما عندهاش اعراض وديت مش هتتعالج، يا اما سيمتوماتيك وديت اللي هبدا معاها علاج. بعد كده السيفير هايبركالسيميا، بعد ما عدينا ال 14 كل العيانين سيمتوماتيك وكلهم لازم يتعالجوا على طول، لان هنعرف كمان شويه ان من مشاكل الهايبركالسيميا ان هي بتعمل لخبطه في الهارت ريت، بتعمل ديسريزميز، وكمان ممكن تدخل عيان في كوما. يبقى انا لازم اتدخل على طول واصلح السيفير هايبركالسيميا. تمام، بالنسبه للاسباب بتاعه الهايبركالسيميا، اهم سببين هم البرايمري هايبر باراثايرويدزم او مالجنسي. تمام، برايمري هايبر باراثايرويدزم او مالجنسي، لو جينا نبص هنا الهايبر باراثايرويدزم ممكن يكون بسبب ايه؟ ممكن يكون بسبب ادينوما في الباراثايرويد جلاند، بتطلع باراثايرويد هرمون بكميات كبيره. الباراثايرويد هرمون بيعمل ايه؟ بيروح يشتغل على البون، بيزود الاوستيوكلاستيك اكتيفيتي، وبالتالي يحصل تكسير في البون، فيزيد عندنا الليفل بتاع الكالسيوم نتيجة البون ريزوربشن، هيزيد الكالسيوم في الدم، يحصل هايبركالسيميا. حاجة كمان، بيروح يشتغل على الكلية بطريقتين، يزود الري ابزوربشن اوف كالسيوم، بيحفز الري ابزوربشن اوف كالسيوم. حاجة تانية ان هو بيساعد في تحويل الفيتامين دي للاكتيف فورم بتاعته، بينشط الانزيم اللي هو 1 الفا هيدروكسيليز. تمام، فاحنا عندنا دلوقتي بقى فيه اكتيف فيتامين دي، يروح اكتف فيتامين دي على الانتستين ويعمل ابزوربشن اوف كالسيوم، برضو كله دوت بيعللنا الليفل اوف كالسيوم في السيركيليشن عندنا، بيعمل هايبركالسيميا. تمام، يبقى دوت عرفنا ليه الهايبر باراثايرويدزم بيعمل هايبركالسيميا. حاجه تانية التيومرز، بعض انواع التيومرز بتطلع ماده اسمها باراثايرويد هرمون ريليتد بيبتايد. هو مش باراثايرويد هرمون ولكن تشبه الباراثايرويد هرمون في الاكشن، وبرده بيعمل ريزوربشن اوف بون ويعمل هايبركالسيميا. يبقى دول كانوا اول سببين، وكانوا اهم سببين مسؤولين عن 90% من حالات الهايبركالسيميا، برايمري هايبر باراثايرويدزم او مالجنسي. بعض انواع الادويه زي الليثيوم والسايزايد دايوريتكس والثيوفيلين، لما بيتاخد بكميات كبيره يعني بيحصل منه توكسيسيتي. الادويه ديت بتعمل ايه؟ الادويه ديت بتقلل، خصوصا الليثيوم والثيازايد دايوريتكس، بتقلل الرينال كليرنس اوف كالسيوم، وبالتالي بتخلي الكالسيوم موجود بليفلز عالي في جسمنا. بعض انواع بعض المشاكل اللي بتحصل في الاندوكراين جلاندز، عندنا التيرشري هايبر باراثايرويدزم. التيرشري هايبر باراثايرويدزم دوت عباره عن ايه؟ المريض بيكون عنده كيدني فيلير، زي مثلا المرضى اللي هم عندهم كرونيك كيدني ديزيز، دول بيكون معاهم اولا سكندري هايبر باراثايرويدزم. بمرور الوقت السكندري هايبر باراثايرويدزم ده هو الجلاند نفسها بتحصل فيها اوتونوموس ادينوما، وتقوم الادينوما ديت مصنعه باراثايرويد هرمون بكميات كبيره. ديت الحاله دي بنسميها تيرشري هايبر باراثايرويدزم. برضو العيانين اللي عندهم ثايروتوكسيكوزس، اشمعنى ثايروتوكسيكوزس؟ لان احنا لقينا ال T3 وال T4 بيعملوا ستيميليشن للاوستيوكلاستيك اكتيفيتي، بيعملوا ستيميليشن للاوستيوكلاست، وبالتالي بيزودوا البون ريزوربشن. الادرينال انسفيشنسي، ولكن صراحه هي الميكانيزم نوت اندرستود الى الان بشكل كامل، ومعرفتش اوصل لسبب يعني يقول ليه الادرينال انسفيشنسي بيكون معاه هايبركالسيميا. بس عندنا كمان الفيوكروموسايتوما. ليه الفيوكروموسايتوما بتكون اسوشيتد مع حدوث هايبركالسيميا؟
بعد كده عندنا الفيتامين دي ميدييتد هايبركالسيميا. زي ما احنا عارفين فيتامين دي الاكتيف فورم اوف فيتامين دي بتروح على الانتستين وبتعمل ابزوربشن اوف كالسيوم. تمام. فيتامين دي اللي هو بنسميه هايبر فيتامينوزس دي دوت بيحصل امتى؟ احيانا بيكون ياتروجينيك لو عيان بياخد فيتامين دي بكميات كبيره، او ممكن يكون كمان بسبب شرب اللبن كتير ممكن يحصل هايبر فيتامينوزس دي. فيقوم الفيتامين دي اللي موجود بكميات كبيره دوت يشتغل ويعمل ابزوربشن كالسيوم بكميات كبيره يعمل هايبركالسيميا. حاجه كمان في الجرانيلوماز، في الجرانيلوماز نون مالجننت جرانيلوماتس ديزيز، على سبيل المثال لو عيان عنده تيوبركلوزس مثلا، لو عنده تيوبركلوزس احنا عندنا في التيوبركلوزس بيكون في جرانيلوماز صح. الجرانيلوماز ديت بيكون فيها ماكروفاجز موجوده كتير. طيب وان الفا هيدروكسيليز، وان الفا هيدروكسيليز دوت كان بيعمل ايه؟ وان الفا هيدروكسيليز كان بيحول الان اكتف فيتامين دي انتو اكتف فيتامين دي. الانزيم دوت لما يلاقي فيتامين دي الان اكتف فورم اوف فيتامين دي يشتغل عليه ويحوله لاكتف فيتامين دي، ومش محتاج بقى الان اكتف فورم دي تروح لغايه الكليه وهكذا. تمام. يبقى عرفنا ليه الجرانيلوماتس ديزيزز بتشتغل عن طريق فيتامين دي، والجزء ده مهم ان هننبه عليه في حاجه لما نيجي نتكلم عن تريتمنت، لان احنا في التريتمنت هناخد ادويه هتشتغل بس على الاسباب اللي هي بتكون بسبب زياده الفيتامين دي، فنفتكرها الهايبر فيتامينوزس دي والنون مالجننت جرانيلوماتس ديزيز. اسباب تانيه زي الامبولايزيشن، الامبولايزيشن على سبيل المثال في المرضى اللي هم عندهم سباينال كورد انجري، فالعينين الحركة بتاعتهم بتكون محدودة شوية، نتيجة القعدة لفترة طويلة وكده بيحصل اكتيفيشن الاوستيوكلاست فالبون بيبدأ يتكسر. العينين اللي عندهم هايبر فيتامينوزس ايه، هايبر فيتامينوزس ايه في بعض الامراض بيتاخد لها فيتامين ايه كعلاج. تمام. فيتامين ايه لما بيتاخد بيعمل برضو اكتيفيشن الاوستيوكلاست وانهبيشن للاوستيوبلاست، يبقى اللي بيكسر اللي هو الوحش الباب بيزود الاكتيفيتي بتاعته ويجي على الاوستيوبلاست ويقلل الاكتيفيتي بتاعتها. عندنا حاجه كمان ديزيز دوت فاميليال ديزيز اسمه فاميليال هايبوكالسيوريك هايبركالسيميا. المرض ده بيحصل في ايه؟ فاميليال هايبوكالسيوريك هايبركالسيميا او اللي بنسميه FHH بيحصل فيه. احنا لو فين هنا احنا طبيعي عندنا في الباراثايرويد جلاند هرمونز ريسبتورز اسمها هنا دي الباراثايرويد جلاند ريسبتورز اسمها كالسيوم سنسنج ريسبتورز، برضو الريسبتورز ديت موجوده فين؟ موجوده في الكليه. لما الليفل بتاع الكالسيوم الطبيعي لما الليفل بتاع الكالسيوم بيعلى قوي بيروح يشتغل على الريسبتورز ديت ويعمل نيجاتيف فيدباك انهبيشن يقلل تصنيع الباراثايرويد هرمون احنا مش محتاجينه دلوقتي فيقل التصنيع بتاعه، ويروح الكالسيوم ده برضو يشتغل على الكليه ويقلل الري ابزوربشن اوف كالسيوم. تمام. ده الطبيعي اللي بيحصل عندنا، ولكن في المرضى دول اللي هم عندهم فاميليا الهايبوكالسيوريك هايبركالسيميا عندهم مشكله ميوتيشن في الجين اللي بيصنع الكالسيوم سنسنج ريسبتور ده، عندهم ميوتيشن في الجين، وبالتالي بتكون السنسيتيفيتي بتاعت الريسبتورز ديت للكالسيوم قليله بتقل السنسيتيفيتي، فيكون العيان عنده هايبركالسيميا وعلى الرغم من كده الريسبتورز مش حاسه بالموضوع، مش حاسه ان هو عنده هايبركالسيميا كفايه، وبالتالي لسه الكليه شغاله قاعده بتعمل ري ابزوربشن الكالسيوم ولسه الباراثايرويد جلاند قاعده بتطلع باراثايرويد هرمون. وبالتالي لو اتكلمنا على مستوى الكليه هنا الكليه قاعده تعمل ري ابزوربشن اوف كالسيوم، فاليورين اللي نازل الكالسيوم فيه كميته قليله علشان كده بنسميه هايبوكالسيوريك هايبركالسيميا. وفاميليال لان هو بيتورث في العائلات هو اوتوزومال دوميننت ديزيز نتيجة الميوتيشن اللي حصلت في الكالسيوم سنسنج ريسبتور جين. تمام. يبقى كان واحد اهوت الاسباب الاخرى اللي قالوها الايموبيلايزيشن وهايبر فيتامينوزس ايه وفاميليال هايبوكالسيوريك هايبركالسيم. ده بالنسبه للديفينيشن والسيفيريتي، عرفنا الليفلز بتاعت الهايبركالسيميا وعرفنا الاسباب بتاعت الهايبركالسيميا. بعد كده عندنا كلينيكال بيكتشر، كلينيكال بيكتشر ليه نمونك حلو قوي هنا بيقولوا ايه، عندنا abdominal bones العينين بيكون عندهم abdominal bones painful bones renal stones wounds thrones psychic overtones
في ماسلز هنا ما عرفتش ادخلها في القافيه لان انا مش انا اللي عاملاها صراحه، ماسلز كانت زياده يعني فتحطت في الاخر. المهم عندنا نبدا بالابدومينال جونز. ابدومينال جونز يعني ايه؟ العيانين عندهم مشاكل في بطنهم او بيتوجعوا من بطنهم ليه؟ لان المرضى بتوع الهايبر كالسيميا دول بيكون معاهم انوركسيا والنوزيا وفوميتنج، وممكن كمان حتى الاليفيشن بتاع الكالسيوم دهوت يؤدي الى حدوث بابتيك السر وبانكرياتيتس. حاجه ناخد بالنا منها، العيانين دول عندهم نوزيا وفوميتنج قاعدين بيرجعوا وقاعدين بيفقدوا سوائل، ونعرف كمان شويه ان هما برضو عندهم بوليوريا قاعدين بيفقدوا سوائل. تمام، ناخد بالنا من بيفقدوا سوائل ديت لان هي اهم نقطه هنشتغل عليها في العلاج، هي السوائل اللي قاعدين بيفقدوها دي. تمام، يبقى احنا عندنا اول حاجه ابدومينال جونز، العينين عندهم مشاكل في الجي اي تي، عندهم انوركسيا نوزيا فوميتنج، ممكن الفيت كالسيوم ليفل ايفن يعمل لهم بيبتيك السر ويعمل بانكرياتايتس. بينفول بونز، ليه بينفول بونز؟ لان احنا عندنا غالبا البونز قاعده بتتكسر وبيطلع منها الكالسيوم اللي موجود فيها، فاكيد عظمهم هيوجعهم. رينال ستونز، الاليفيتد كالسيوم ليفل، الكالسيوم موجود بكميه كبيره ينزل او يعمل حصوات في الكليه وممكن يحصل له ديبوزيشن في الكليه ويعمل كمان نيفرو كالسينوزس. تمام، يبقى عندنا يا اما حصوات في الكلى يا اما نيفرو كالسينوزس، ترصد ديبوزيشن الكالسيوم في الكدني. بونز بيتوجعوا بيتأوهوا ليه؟ عندهم فتيج وعندهم ماليز. ثرونز هنا هما مترجمينها في صورة بوليوريا، طبعا بوليديبسي عطشانين على طول وعندهم بوليوريا وكونستيبيشن. they are sitting on the toilet for a long time as if they are sitting on a throne، علشان كده جابوا كلمة ثرونز. تمام، يبقى abdominal bones, painful bones, renal stones, bones, thrones. even هنا عندنا psychic overtones. psychic overtones ديت بتبان في صورة ايه؟ عندهم mood disturbances و cognitive dysfunction و confusion و قومة لخبطة في central nervous system. تمام؟ تمام، الحاجة الأخيرة بقى وبرضو مهمة جدا جدا اللي هي المسلز. احنا عندنا الكالسيوم دوت مهم علشان المسل contraction صح؟ وبالتالي طول ما الكالسيوم موجود هيكون صعب ان يحصل ان تحصل عملية depolarization. تمام؟ هيكون صعب ان يحصل عملية depolarization. فوجود الكالسيوم بكمية عالية بينهبت المصل ديبولاريزيشن، فالعضلة بتكون مرهقة مش بترتاح، فالعيان بيكون عنده مصل ويكنس، وكمان بيكون فيه انهبيشن اوف ديبولاريزيشن في المايوكارديوم، فالعيان تبدأ تحصل عنده لخبطة في ضربات القلب ديسريدميس، وعنده شورتند كيو تي انترفال. ليه؟ لأن الكيو تي انترفال دهوت أصلا كان بيريبريزنت الفنتريكولار ديبولاريزيشن، ولأن أصلا في انهبيشن للديبولاريزيشن فهنلاقي الكيو تي انترفال صغر بقى أقل. عندنا كارديوميوباثي وهايبرتنشن. ليه هايبرتنشن؟ هايبرتنشن لان احنا عندنا الكالسيوم دهوت بيعمل اكتيفيشن للسمباثيتك نيرفس سيستم. حاجه كمان كانت الدكتوره قايله لنا عليها ان الكالسيوم دهوت بيزود الفيسكوزيتي بتاعه الدم، الاثنين سواء عمل اكتيفيشن للسمباثيتك نيرفس سيستم وفازو كونستريكشن وكده او زود الفيسكوزيتي بتاعه البلد، يبقى في الحالتين العيان هيحصل له هايبرتنشن. تمام، بتاني abdominal groans, painful bones, renal stones, moans, thrones, psychic overtones، وفي الاخر بنزود المسل سواء كانت skeletal muscles او كانت cardiac muscles المايوكارديوم. دي clinical picture بتاعت عيان عنده hypercalcemia اهوت. لو اتكلمنا عن هم جايبين psychic overtones، عندنا هنا في confusion، عنده fatigue, moans, nausea and vomiting اللي هي abdominal groans, abdominal pain برضو، عنده البوليدابسيا بوليوريا اللي حطيناها مع ثرونز، عنده مصل ويكنس، عنده بون بين هنا وجع في عظمه، عنده البراديكارديا اللخبطه في عضله القلب والانقباض وكده، عنده براديكارديا وكيو تي شورتنينج، عنده هنا على الليفل بتاع الكليه عنده نيفروثيزس، عنده ستونز كتير في الكليه، وكمان ممكن يحصل ايه؟ ممكن يحصل نيفرو كالسينوزس. تمام، العلاج بتاع الثيرويد ستورم بنعالج ازاي؟ دلوقتي احنا عندنا اول حاجه اتكلمت عليها واكدت عليها ان احنا عندنا البيشنت ده بيفقد سوائل من جسمه صح، قلنا عنده نوزيا فوميتنج وكمان عنده بوليوريا بيفقد سوائل كتير، فلازم لازم لازم نعمل دي هايدريشن ذا مين ستي اوف تريتمنت. اهم جمله نعرفها في علاج البيشنت اللي موجود، انا اسفه دي مش ثيرويد ستورم، مش ثيرويد ستورم خالص، البيشنت اللي عنده هايبركالسيميا، ان احنا بنديله ان احنا بنعمل له ريهايدريشن. تمام، بعد كده
inhibition of bone resorption. يعني احنا كان عندنا البون ده بيحصل resorption وهو بيزود لي برضو كان بيطلع منه كالسيوم، الكالسيوم دوت يعمل hypercalcemia، فاحنا عاوزين نمنع البون resorption. تالت حاجة، بعض المرضى زي ما قلنا كان عندهم ايه، كان عندهم granulomatous diseases، وناس كان عندهم فيتامين دي اللي هو hypervitaminosis، دي كان عندهم الفيتامين دي موجود بكميات كبيرة، وبالتالي الفيتامين دي ده هو عامل لهم hypercalcemia، فاحنا هنتعامل برضو مع فيتامين دي اللي موجود بكمية كبيرة. عندنا حاجة كمان، بعض الناس كان عندها مشاكل في الغدة بقى اللي هي الباراثيرويد جلاند. الباراثيرويد جلاند ديت اصلا مش بس عامل لهم بون ريزوربشن، لا ده كمان انا مع استخدام العلاجات ديت الموضوع مش مكفيها، دوت كله مش نافع ان انا اقلل الهايبركالسيم اللي عند العيان، فهلجأ لخطوط دفاع تانية او هلجأ لعلاجات تانية. نبدأ من الاول خالص اللي هو ريهايدريشن، اللي احنا قلنا المين ستيف تريتمنت بديله انترافينوس سلايد. ليه؟ عشان ريستور الانترافينوس فولي او الانترافاسكولار فوليوم بعد ما حصل له ديبليشن شويه بالفوميتنج والبوليوريا اللي كانوا عند العيان، وعلشان كمان ازود الجلوميرولار فلتريشن ريت واليورين كالسيوم اكسكريشن، عاوز انزل كالسيوم في اليورين قدر الامكان، ومع وجود الفلويدز اللي بكميات كبيره ديت احمي الكليه من 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 تكون الحصوات، تمام، من تكون الستونز ديت ان هي تترسب في الكليه ان هي تترسب في الكليه وتؤذيها. احيانا بيحصل اخطاء، احيانا بندي فلويدز بتكون زياده عن اللزوم، بيحصل فلويد اوفرلود. في الحاله ديت هندي للعيان دايوريتكس، هندي له لوب دايوريتكس. لوب دايوريتكس على كلام كتابنا ان لوب دايوريتكس ملهاش علاقه بالسيرم كالسيوم، مش هتاثر على السيرم كالسيوم، ولكن استخدامها الوحيد بس في البيشنتس اللي حصل لهم فلويد اوفرلود لما كنت بعمل لهم فوليوم ريسوسيتيشن، تمام. يبقى استخدام اللوب دايوريتكس بالنسبه لنا هنا هو في العيانين اللي انا وبصلح لهم، وانا بصلح لهم الريهايدريشن، عملت لهم فلويد اوفرلود، تمام. ده اول حاجه. تاني حاجة عندنا لما كنا بنقول في inhibition of bone resorption، inhibition of bone resorption هنستخدم ايه؟ احنا عندنا اربع علاجات ممكن نستخدمهم، تمام. اول حاجة واهم حاجة عندنا الانترافينوس بيسفوسفونيتس، منها الزوليدرونيك اسيد، باميدرونيت، وايباندرونيك اسيد. ايباندرونيك اسيد اتمنى ان اكون اقرا اسمهم صح. يعني في حاجة كتاب كاتبها هنا مزودها في الباميدرونيت، وهو كاتبه ان كان عندنا، يعني لو نرجع للكتاب في صفحة 108 مكتوب ان الباميدرونيت دهوت ممكن نستخدمه من 30، الدوز بتاعته من 30 ل 90 ميلي جرام، احنا مش علينا الدوزز بس ممكن نستخدمه من 30 ل 90 ميلي جرام، ممكن نستخدمه over 2 to 6 hours، تمام. يعني ناخد بالنا ان في دوز عالية اللي هي 90 ميلي جرام، في دوز عالية وفي duration عالية اللي هي 6 hours. امتى بنستخدم الدوز العالية وامتى بنستخدم الديوريشن العالية؟ منطقي انا هستخدم الدوز العالية لما يكون العيان الهايبركالسيميا عنده زيادة عن اللزوم، عنده سيفير هايبركالسيميا، الليفل بتاع الكالسيوم بتاعه معدي عن 14 ميلي جرام في دي سي لتر، فدوت هستخدم له الهاير دوز، تمام، ده هستخدم له الهاير دوز. بينما اللونجر دوزنج تايم، الفترة الطويلة ال 6 اورز اللي ممكن اعودهم دول، بيكونوا امتى؟ العينين اللي عندهم مشاكل في الكلية او الجلوميرولار فلتريشن ريت بتاعهم اقل، قليل. ليه؟ لان احنا عندنا البيسفوسفونيتس دول بيحصل لهم كليرنس عن طريق الكلية، وبالتالي انا لازم احافظ على الكلية بتاعت العيان، فكلما قل الجلوميرولار فلتريشن ريت نزود بقى التايم اوف ادمنستريشن، علشان ايه؟ علشان ما نعملهمش مشاكل في الكلية اكتر واكتر، تمام. تمام. عندنا ادويه تانية برضو بتعمل انهيبيشن اوف بون ريزوربشن غيره، رغم ان هو يعتبر يعني ممكن نقول اكثر مستخدم. عندنا دينوسوماب، دينوسوماب دوت زي ما كتب لنا ان هو انتي بودي اجينست رانكل. ايه رانكل دي؟ احنا قلنا ان المالجنسي واحد من اهم الاسباب لحدوث الهايبركالسيميا، تمام. احيانا مع المالجنسي مع وجود الكانسر سيلز في، يعني هي عمليه سيجنالينج بتحصل ما بين الكانسر سيلز باستخدام حاجه اسمها ريسبتور اكتيفيتور اوف نيوكليير فاكتور كابا بي ليجند. رانكل اسهل بكتير ونحفظها. يعني رانكل ده بيعمل ايه؟ بيروح هنا لو بصينا على عمليه الاوستيوكلاست جينيسيس، ان احنا تكوين الاوستيوكلاست هنلاقي عندنا بري اوستيوكلاست بيتحول لماتيور اوستيوكلاست، اللي بيحفز التحويل دوت الرانكل، يبقى رانكل بيحفز الماتوريشن بتاع الاوستيوكلاست، وتروح الاوستيوكلاست تعمل بون ريزوربشن.
تمام، واضح هنا ان هو بيعمل كمان انهبيشن للاوستيوبلاستس. فانا لما اروح استخدم الدينوسوماب دوت هيعمل ايه؟ الدينوسوماب دوت يعتبر مونوكلونال انتي بودي، بيروح يمسك في الرانكل دوت ويمنع البايندنج بتاعه للاوستيوكلاستس اللي هي البريماتور اوستيوكلاستس، ويمنع تحويلها لماتيور اوستيوكلاستس، وبالتالي انهبت البون ريزوربشن. تمام، انهبت البون ريزوربشن. علشان كده ودي معلومه مش مكتوبه عندنا في الكتاب، الديدوسوماب ده هو من الادويه اللي استخدمت لعلاج الاوستيبوروزس خصوصا في السيدات اللي هم بوست مينوبوز، لان احنا عارفين ان الاستروجين كان ليه بروتكتيف ايفكت للسيدات ما قبل المينوبوز، بيحميهم من مشاكل العظم، ولكن بعد المينوبوز خلاص ما بقاش فيه استروجين، الليفلز بتاعت الاستروجين قلت، ساعتها بيكون معرضين جامد ان هم يحصل لهم اوستيبوروزس. فكان الدينوسوماب دوت اختيار كويس لعلاج الاوستيبوروزس، وكان عنده ميزه حلوه جدا جدا جدا، ان هو مش بيأثر على الكليه، مش بيأثر على الكلية، لأن احنا قلنا البيسفوسفونيتس ما هو برضو بينهبت البون ريزوربشن، ولكن في نفس الوقت بيأثر على الكلية. لا، لأن الدينوسوماب ده هو مش بيأثر على الكلية أو آمن سيف على الكلية، وبالتالي احنا ممكن نستخدمه امتى؟ احنا ممكن نستخدمه للعيانين اللي هم عندهم رينال امبيرمنت، يمنعنا ان احنا نديهم اللي هو بيسفوسفونيتس. تمام، يمنعنا ان احنا نديهم بيسفوسفونيتس. تمام، ده بالنسبة لي الاستخدام الأول. الاستخدام الثاني برضو اللي هو العيانين اللي عندهم malignant associated hypercalcemia refractory، استخدام البيسفوسفونيتس مش بيجيب معاها نتيجة. تمام، يبقى احنا عندنا الحاجة اللي بنلجأ لها الأول اللي هي بيسفوسفونيتس، بعد كده ما نفعتش بندور بقى على حاجة تانية، سواء الدينوسوماب أو الكالسيتونين اللي هنتكلم عنه دلوقتي حالا. كالسيتونين بنلجأ له امتى؟ الكالسيتونين قلنا من الجولة أولا لما بيكون فيه poor response الأول. تمام، حاجة تانية لما بنحتاج rapid reduction للكالسيوم level. تمام، خصوصا العيانين اللي عندهم بدأ already يحصل لهم cardiac arrhythmia، ساعتها أنا أحتاج أن أنا أديلهم الكالسيتونين، لأن هو بيشتغل بسرعة، بيشتغل بسرعة يعني هو في خلال من ساعتين لست ساعات بيقلل لنا الكالسيوم level بمعدل ملحوظ. ولكن عنده مشكلة صراحة، أو هما مشكلتين، أن الإفكت بتاعه transient effect، يعني من يومين لأربع أيام، يعني لو قارناها هنا بالبيسفوسفونيتس بتشتغل تقريبا لمدة 8 أسابيع duration of action، يعني يومين لأربع أيام ولا 8 أسابيع، طبعا 8 أسابيع. حاجة تانية نقولها الأول بعدين نرجع نقول ليه سبب الترانزينت إفكت ده. حاجة تانية إن هو الإفكت بتاعه برضو مش عند كل الناس، طولت العينين بس بيستجيبوا ليه الكالسيتونين وبيقل عندهم الليفل بتاع الكالسيوم، يبقى طولتنا مش بيستجيبوا، وبالتالي هو برضو الإفكسي بتاعته مش قد كده. تمام، نيجي على السبب بتاع ترانزينت إفكت، ليه مش بيستنى شغال لفترة طويلة؟ بيحصل حاجة اسمها تاكي فيلاكسز. يعني ايه تاكي فيلاكسز؟ ديت برضو بيسموها acute tolerance. احنا عندنا علشان الكالسيتونين ده هو تشتغل، بيروح يمسك في الريسبتورز بتاعته اللي موجودة على الاوستيوكلاست، ويعمل انهيبيشن الاوستيوكلاست باستخدامه يعني احنا مجرد بس اديناه كام دوز ورا بعضها هنلاقي ان بيقل الايفكت بتاعه. ليه؟ لان بتبدا الاوستيوكلاست تعمل داون ريجوليشن للريسبتورز بتاعه الكالسيتونين اللي موجوده على سطحها، وبالتالي يروح يمسك ما يعرفش يمسك، تقل الاكتيفيتي ايه واحده 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 مع استخدام جرعات متتاليه. تمام، يبقى احنا عندنا الترانزيت ايفكت بتاعه بسبب التاكي فيلاكسز اللي هو هنا معناه داون ريجوليشن اوف كالسيتونيك ريسبتورز على الاوستيوكلاست. تمام، يبقى كده اتكلمنا عن ديهايدريشن، اتكلمنا عن ثلاثة من الأدوية اللي بتعمل انهبيشن للبون ريزوربشن. رابع حاجة الجاليوم نايتريت. الجاليوم نايتريت ده هو عبارة عن ايه؟ الجاليوم ده ميتال، يعني حتى احنا لو بصينا في الجدول الدوري، لو حد بيذاكر مع اخواته مثلا ثانوية عامة هيلاقي الجاليوم موجود في الجدول الدوري. الميتال دوت عنده انتي نيوبلاستيك اكتيفيتي، وبالتالي برضو يستخدم في علاج حالات الهايبركالسيميا اللي هي اسوشيتد مع الكانسرز. تمام، بنستخدمه امتى؟ طبعا لما خطوط العلاج الاولى تفشل هنلجأ للجاليوم نايتريت. تمام، بس هو عنده مشكله، او هو عنده اكتر من مشكله. يعني اول حاجه الاكستندد ادمنستريشن تايم بتاعه، احنا بنديه على مدار 5 ايام. على مدار 5 ايام هندي الجرعه بتاعه الجاليوم نايتريت ديت في 1 لتر من الفلويدز، بياخدها العيان في صوره انفيوجن يوميا لمده 5 ايام. 5 ايام بياخد العلاج على يعني، والايفكت بتاعه مش بيبدا على طول يعني، فدي حاجه مش كويسه طبعا. اكستندد ادمنستريشن تايم دي حاجه مش كويسه، تعتبر من الديس ادفانتجز بتاعته.
حاجة تانية ان البيسفوسفونيتس اقوى منه بكتير. يعني لما اتعملت دراسة عشان تفرق ما بين الجاليوم نيترات والبيسفوسفونيتس، لقوا ان الزوليدرونيك اسيد او الباميدرونيت الاثنين الافيكاسي بتاعتهم او الافكت بتاعهم اعلى منه، مور بوتنت عنه. تمام. حاجة تالتة ان هو بيأثر على الكلية، علشان كده احنا لما بنيجي نستخدمه مش بنستخدمه لاي عيان، لا لازم نستخدمه البيشنت يا اما الكيدني فانكشنز بتاعته سليمه ما فيهاش اي مشكله، يا اما الكيدني فانكشنز بتاعته ماشي متاثره او فيها مشكله ولكن مازال السيرم كرياتينين بتاعه اقل من 2 ملي جرام بير ديسيليتر. تمام، وناخد بالنا من الرقم ده. امتى بنلجا للجاليوم نيتريت؟ يبقى عشان نلجا للجاليوم نيتريت دوت بيكون عندي 3 شروط. الشرط الاول ان انا جربت البيسفوسفونيتس وجربت الدينوسوماب مع العيان وما جابوش نتيجه. الشرط الثاني ان العيان دوت يكون عنده في ريفراكتوري هايبركالسيميا، نقدر نقول ان هي نفس الحاجه ما استجابش الاول علاجين، ريفراكتوري هايبركالسيميا. ثالث حاجه ان العيان دهوت الكيدني فانكشنز بتاعته يا اما سليمه يا اما ماشي فيها مشكله ولكن لسه مش مشكله جامده، تمام، لسه سلايد ديرينجمنت، فبيكون لسه السيرم كرياتينين اقل من 2 ملي جرام بير ديسيليتر. احنا طبيعي السيرم كرياتينين بتاعنا المفروض ما يعديش 1.3 ملي جرام بير ديسيليتر، هو يعني احنا يعني في الليفل اللي هو ما بين 1.3 ل 2 ممكن نستخدمه. اكتر من كده او كتاب كاتب لنا، يعني كتاب كاتب لنا صراحه 2.5، في مصدر تاني بيقول 2 بس كتاب كاتب لنا 2.5. تمام، مش هتفرق 2 او 2.5، ما نستخدمهوش ليه؟ العينين اللي عندهم اعلى من كده لان هو بيروح ياثر على الكليه وبيعمل اكيوت تيوبولار نيكروزس. تمام. وكمان لقوا من بعض الدراسات عملت على المرضى اللي اخذوه، لقوا ان هما بيعمل هايبوفوسفاتيميا. تمام، يبقى احنا كده عرفنا الادويه اللي بتعمل انهيبيشن للبون ريزوربشن، خط الدفاع الاول بتاعنا او خط العلاج الاول بتاعنا اللي هو الانترافينوس بيسفوسفونيتس، بعد كده عندنا دينوسوماب، عندنا كالسيتونين، وعندنا جاليوم نيتريت. بعد كده خلاص اتكلمنا عن اول اثنين، هنتكلم بقى على الجرانيلومز، مش جرانيلومز بمعنى صح، هنتكلم عن فيتامين دي. تمام، فيتامين دي قلنا علشان يتحول فيتامين دي من الانكتيف فورم للاكتيف فورم محتاج انزيم اللي هو اسمه 1 الفا هيدروكسيليز، صح، 1 الفا هيدروكسيليز. لما بنيجي نستخدم الجلوكوكورتيكويدز، الجلوكوكورتيكويدز بتعمل انهيبيشن لل1 الفا هيدروكسيليز. طب حلو جدا، هي عملت انهيبيشن ال1 الفا هيدروكسيليز، يبقى كده حمت العيان الايفكت بتاع الفيتامين دي اللي موجود بكميه كبيره. واحنا كان عندنا فيتامين دي موجود بكميه كبيره فين؟ في العينين اللي عندهم يا اما فيتامين دي بويزنينج او عندهم هايبر فيتامينوزس دي، والعينين اللي كان عندهم جرانيلوماتس ديزيز. امتى بنلجا للهيمو داياليسيز؟ امتى بنلجا ان احنا بنغسل عيان الدم بتاعه علشان نخلصه من الكالسيوم الموجود بكميات كبيره؟ لما يكون عيان عنده رينال فيلير، خطوط العلاج اللي فاتت مش هتنفع معاه وعنده رينال فيلير، وكمان لما يكون العيان سيفيرلي سيمتوماتيك يعني دخل في كوما مثلا. تمام، ساعتها انا هلجا للهيمو داياليسيز. سيفيرلي سيمتوماتيك هنا كاتب لنا على الرغم ان جربت معاه الهايدريشن وجربت معاه البيسفوسفونيتس برضو بدوز عاليه ولكن ما نفعش مع العلاج، هلجأ للهيمو داياليسيز. احنا عارفين ان في الهيمو داياليسيز الدم بتاع العيان بيعدي على ماشين، والماشين ديت بظبط فيها الليفل بتاع الالكترولايتس على حسب انا عاوزه ايه. يعني لو العيان ده هوت مثلا عنده الكالسيوم بتاعه في دمه موجود بكميات كبيره، انا عاوز اخلص من الكالسيوم ده، الداياليزيت اللي هستخدمه هقلل فيه الكونسنتريشن بتاع الكالسيوم بحيث ان يقوم الكالسيوم متحرك من الكونسنتريشن عالي اللي هو الدم للكونسنتريشن الاقل اللي هو الدياليزيت، وبالتالي انا كده قللت الليفل بتاع الكالسيوم في الدم. تمام، وده ايفكتيف جدا، ان خلال 3 ل 4 ساعات الجلسه، في 3 ل 4 ساعات انا هقلل له الليفل بتاع الكالسيوم بتاعه بنسبه من 3 ل 5 ملي جرام في الديسيليتر. تمام، ده بالنسبه للهيمو دياليزيس. قلنا بنتجاله في حالتين، العيان عنده صلوا رينال فيلير او العيان سيفيرلي سيمتوماتيك وما نفعتش معاه العلاجات اللي قبل كده. بعد كده قلنا عندنا الباراثايرويد جلاند، الباراثايرويد جلاند ديت زي ما قلنا من شويه ان هي عليها ايه، عليها ريسبتورز، الريسبتورز ديت اللي هي كانت الكالسيوم سنسنج ريسبتورز، الريسبتورز ديت كانت بتحس بالكالسيوم الموجود بكميات كبيره عشان تقلل الريليز بتاع الباراثايرويد هرمون اللي طالع منها. تمام، فانا هعمل ايه؟ انا هديها ادويه اسمها كالسيوم ميمتكس، يعني عامله شبه الكالسيوم محاكيه للكالسيوم.
الكالسيومايماتكس ديت يعني الميكانيزم اوف اكشن بتاعتها ان هي بتروح بتعمل بتمسك في الالوستيريك سايت بتاع الريسبتورز ديت وتعمل لها موديفيكيشن بحيث ان هي بتزود السنسيتيفيتي بتاعت الريسبتورز دي للكالسيوم، تزود السنسيتيفيتي بتاعت الريسبتور للكالسيوم، وبالتالي تبدا الريسبتورز تحس الكالسيوم الزياده دهوت، فتقلل التصنيع بتاع الباراثيرويد هرمون. تمام، يبقى منطقي انا هستخدمها امتى؟ استخدم الكالسيومايماتكس في العيانين اللي عندهم هايبر باراثيرويدزم سواء برايمري هايبر باراثيرويدزم وغالبا بيكون بسبب الباراثيرويد كارسينوما، يا اما العيان عنده رينال فيلير عامل له تيرشري هايبر باراثيرويدزم، عامل له تيرشري هايبر باراثيرويدزم. ليه ما قلناش سكندري هايبر باراثيرويدزم؟ لان احنا عارفين سكندري هايبر باراثيرويدزم اصلا الليفل بتاع الكالسيوم فيه بيكون قليل. تمام، اخر حاجه هلجأ لها بقى خالص لو الباراثايرويد مش نافع كل دوت مع الباراثايرويد جلاند، هبدا اعمل ايه؟ هبدا استقص الباراثايرويد جلاند تماما، هعمل باراثايرويدكتومي سيفير هايبركالسيميا وبور ريسبونس تو اذر ميديوس. يبقى بالنسبه للعلاج بتاع ديت مره تانية، بالنسبه للعلاج لعينين اللي عندهم هايبركالسيميا انا بلجأ للريهايدريشن انهيبيشن اوف بون ريزوربشن باستخدام واحد من الاربع علاجات اللي عندي، جلوكوكورتيكويدز عشان اتعامل على الليفل بتاع الفيتامين دي او اقلل الفيتامين دي، هيموداياليسيس احيانا، كالسيومايماتكس وباراثايرويدكتومي. هنا هو كاتب لنا احنا بنبدا بمين الاول وبنعالج مين ومش بنعالج مين. يعني لو جينا نتكلم من البدايه خالص، هي تقريبا ملخصه المحاضره او ملخصه الجزء بتاع الهايبركالسيميا، عندنا يا اما مايلد هايبركالسيميا يا اما عندنا مودريت هايبركالسيميا يا اما سيفير. وقلنا المايلد ان انا لسه اقل من 12، ومودريت ما بين 12 ل 14، والسيفير عدينا عن 14 ملي جرام بير دي سيليتر. غالبا اللي هم المايلد هايبركالسيميا اسيمتوماتيك، ساعتها انا مش هعالجهم، ما لهمش علاج، ولكن مجرد بس اني هتجنب الحاجات اللي تعللهم الليفل بتاع الكالسيوم اكتر. بينما المودريت هايبركالسيميا بينقسم لقسمين، يا اما اسيمتوماتيك هتعامل معاهم نفس التعامل، يا اما سيمتوماتيك ودول اللي هبدا اعالجهم. وطبعا السيفير هايبركالسيميا قلنا لازم نعالج على طول. اول خط علاج عندنا هو الريهايدريشن انترفينوس نورمال سالين، تاني حاجه انهيبيشن اوف بون ريزوربشن بلجا للبيسفوسفونيتس، وعندنا هنا الايه، عندنا هنا برضو هنلجأ ليه ال واخدين كالسيتونين، او هنا عندنا الفيوجامايد. وقلنا اللوب دايوريتكس دي بناخدها امتى؟ اللوب دايوريتكس بناخدها بس لو العيان حصل له من الريهايدريشن اللي انا بعمله له دوت حصل له فلويد اوفرلود، ده على حسب كتابنا، وبرضو بياخد بيسفوسفونيتس، او لو عنده ريكورنت هايبركالسيميا فيري سيفير هايبركالسيميا اكتر من 18 ملي جرام بير دي سيليتر، دول اللي هلجأ لهم للخطوط المتقدمه من العلاج، الا وهي زي ما قلنا اخر حاجه خالص كانت الباراثايرويدكتومي هيموداياليسيس. تمام، ده كان بالنسبه للهايبركالسيميا. ان شاء الله نكمل في الفيديو اللي جاي الهايبوكالسيميا.